السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد اليوم الثاني في بطولة دريفت كينج. متصلف من البداية يا جماعة الخير. طبعا بداية اليوم كانت الساعة 2:00 الحضور، أنا جيت الساعة 3:00. أول ما وصلت أحاول أفتح الباب ما لقيت المفتاح، وأرجع البيت أروح أجيبه وأجي. فالبداية صرف. هذا اليوم صاير فريق صيانة يا اخي. قام يقولون لا تجيب الحلقه الجايه، ايش فيك يا اخي؟ ما علي فيها، ترى 1-2 حساد ترى ولا شيء صح؟ اي لا، يقول لك ايش؟ لن تنجو، لن تنجح. اي لن تنجح هي؟ اي الا ما يكون في ناس كارهين لك وكذا، يعني هذه الحياه. اوكي يعني انا بستفيد من خبرتك في الحياه هذه. حبيبي الله يسلمك. العموم دعواتك لي يا حبي، كل التوفيق. الحين بجرب رايك ترنين قلبا وقالبا. لب قلبك. سؤال، ليش مصر انك تاخذني واحنا رايحين هناك خطوه ثانيه؟ اخاف عليك. يمه ذهب يعني صورت لي وتعبت لي، وش دعوه؟ تبيني اخليك؟ ترى بديت استحي. وش تبي يقولون عني؟ ايش رايك رني الثاني؟ رسم والله. رسم والله شوف، الاول تدري ايش اللي عجبني فيه؟ وشو سموك؟ السموك. هو دائما اول رن عندي سموك، بعدين خلاص يختفي السموك ما شاء الله. اي بس الرن الثاني رسمه حلوه صراحه. ايه الرن الثاني رسمت، صار فيه قرب عندي، فهمت؟ ممتاز والله، ما قصرت، يعطيك العافيه. تسلم يمينك مع البيس القويه. مبارك. نعم والله. الله يعطيك السلامه. معجبين. انا المعجب فيهم مو بالمعجبين. الله يا حبايب ان شاء الله. لا تنبسطون اليوم باذن الله. غيرون جوكم. اكيد هو جاي يجري، وانا قلنا وخر انت وخدك الكبير. شوفوا الحين يا شباب، هذا الصلف الكبير سيف، هو يحاول انه ينتصر علي لكن يبطي. مشاكل ريديتر، مشاكل لي تيربو، جايب الميكانيك الكبير. تعال ضبط انجل حقي، سوي وزنيه جديد. ضبط انجل. ضبط انجل؟ ايوه ان شاء الله. طيب الحين بدت فئه الهوات. اول متسابق ابراهيم الدرويش صور لنا الموجود طبعا اكبر عدد في البطوله هذه هوات. فئه الهوات هي اكبر عدد من الناس الجديده، اول مره يشارك في بطوله. اول بطوله لك صح؟ الله يوفقك يا رب. شوف العدد، ظهر البحرين، سيفاني جيمر، توفيق، بالتوفيق. جينيسيس 2 جي تيربو كبير. هذول العيال اول مره يجون، كل يوم اترجاهم يجون، تعالوا درفت. منورين والله منورين. بالله يا عيال تمرون بروح هناك.
تجي زاويه جامده هناك والله. تاخذنا معك. يلا يلا الرن الثاني ابراهيم نشوف. الله عليك يا بطل. رفع علم كامل قبل شيء ولا وشو؟ الحين ليال يشجعون لومينا دي عشان سيارة سلطان. هنشوف مشارك فيها عبد المحسن الخريجي. بس هنا في كفرة. كيف تشجع الياباني؟ ونيتشان ونيتشان ولا ايش؟ لا سقوي سقوي صح مو نيتشان. انا ايش غاي اقول نيتشان؟ لا لا يلا يلا الرن الثاني الرن الثاني. هنشوف هنشوف اشتر له اشتر له اشتر له. اسمع التدمير. لانها زد. ديتسن صح؟ لانها زد. لانها زد يقول لانها زد. عيال يا عيال من قوة ان الفعالية قوية موها جايب جدته. سوقي سوقي. يلا سيفاني يلا 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 يا سيف. لا 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 الله وفعلها مين كفو فعلها 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 بس بطل بطل صفقة يعني. الله زي فاني غيب. الله رن ثاني رن ثاني رن ثاني يا سيف. عندنا 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 يلا. وحش والله وحش. هذا رن قوي تكفى كمله. لا مستير ما ادري ماشي من شيء والله ما ادري صاير خرب. كيف؟ أفضل واحد. أفضل واحد. إيش قلت؟ إيش قلت؟ استودعتك الله حسناتي. استغفر الله العلي العظيم. فالله يستر. زبدة تكية التنمر الحين هنا. شوف كم واحد. نتفرج على التاندم بعد شوي. نشوف الموضوع اللي بيصير بعد شوي. سامحوني إذا طفى التصوير. سبت واحد الله يهديه غدا الكاميرا مخليها شغاله الحين صار 10%. هاي يا عيال من تشجعون؟ شاري الجزائري. البطاريه 2% الله يهديك يا باندا.
هذا مصور خلف ال... هذا ميكانيكي حق سيف، هذا جمهور، جمهور جمهور قوي. من انت؟ جحدها راعي الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صباح بير من السابق من السعودية، جيت أمثل دولتي. والسلام عليكم. وش ذا المش؟ يوسف سي جي بصور معك. سي جي سي جي اكمل عليك، انا مسوي زيك. هذا جوالي، انا مسوي زيك. هذا جوالي. اي مركز انا الاول ان شاء الله، وانت طابع كل اول دائم. خليك اول اول اول. لا لا خليني رابع، ابي اصير رابع. انا بصير رابع. خلينا نجدد الموجه. وش تحليتك؟ ثقه في الله النجاح. يوسف ليش تصور جواله؟ اصور انه قاعد يصورني، انا مصور وهو يصور. اوكي. فئات المبتدئين اللي قدموا انفسهم بشكل جميل ورائع. الفائز بالمركز الثالث على سيارة غير سيارة المعتادة اللي حقق عليها بطل موسم السنة الماضية، عبد المحسن الخليجي. سمعوا تحية. يعطيه الصحة والعافية. عبد المحسن كان مشارك معنا في السنة الماضية على الكمار وحقق بطل الموسم السعودية في فئة الهواة. اليوم دخل على سيارة غير سيارة المعتادة وحقق المركز الثالث. في المركز الثاني اللي جانا من وين؟ من الحسا، حسن الإبراهيم. سمعوا تحية قوية. أيضا أحد أبناء المملكة العربية السعودية من منطقة الأحساء أتى وقدم أداء جدا رائع وجميل. أحد أبناء الأحساء، طبعا أبناء الأحساء معروفين في التعديل وأيضا في الدريفت، سيارة الدريفت. في المركز الأول البطل اللي تواجد معنا بشكل رائع وقوي بعد أداء جدا جميل، سيف الحميقالي. سمعوا تحية. المبروك سيف، المركز الأول، أداء كان جدا رائع، نقاط جميلة. شوف أنا لي 12 سنة متوج في دراسة، أول مرة أقول على واحد شيء يقول أوف. يلا يستاهلون الأبطال. سمعوهم تحية قوية. حيوم مبروك سيف في المركز الأول، وحسن المركز الثاني، عبد المحسن المركز الثالث. شكرا للأبطال، يعطيكم الصحة. الله، في شبه المحترفين كان أداء جدا رائع وجميل وأثبت نفسه أيضا اليوم وأخذ المركز الثالث. طلال العنزي. سمعوا تحية قوية. وين طلال؟ أهلا طلال، المبروك المركز الثالث. في المركز الثاني بذات الفئة أيضا سيارة جميلة وسائق أجمل رائع وجميل، كان متنافس شرس في الموسم الماضي وكان دائما يضع له مكان على البوديوم، واليوم أيضا يضع نفسه على البوديوم، البطل الرائع الجميل الأنيق والوسيم، محمد زاهد. سمعوا تحية. متعلق يا جميل. المركز الأول أثبت أنه صاحب محتوى جدا رائع في عالم السيارات، يستحق بكل تأكيد تحية قوية. رائع ومميز ومقاتل في عالم الدريفت، أثبت نفسه في الموسم الماضي والموسم هذا أثبت أنه قوي وصاحب المركز الأول، يوسف محوان. سمعوا تحية. وفعلا لا تنسون الشير والسبسكرايب. يستاهل جدا رائع جميل. تحية يا أبطال شباب المحترفين، تحية قوية. في السعودية اللي تنافسوا بشكل شرس، شكل جميل، شكل رائع، الكل يعلم صاحب المركز الثالث
بعد انسحاب وعطل لنادي يعطيه الصحه والعافيه ضمن المركز الثالث سائق نادي الهلال ركان الجلاج يسمعوا تحيه قويه المبروك لركان الجلاج للمركز الثالث بعد اداء جدا شرس وقوي ومنافسه رائعه ووصولا الى المركز الثالث في فئة المحترفين تبغى نعلن الأول ولا الثاني؟ الأول الثاني ها آه. الثاني أحلى نعلن الثاني ولا الأول؟ لا لا خلونا نعلن الثاني تجي الفرحة فرحتين عاد يلا خل نشوف المركز الثاني خلوني أعطيكم عنا بس لمحات بسيطة متهور قوي جدا متحفز متحمس وجميل والكل اجمع على حبه المركز الثاني طلال الشمري سموه تحيه في المركز الاول اكيد راح اتكلم عنه كثير بعد غياب وعوده من جديد عدل في السياره واثبت انه قوي ومنافس شرس بعد شهر عسل وزواج وعاش ليالي ملاح رجع لدريفت ليقول انا هنا انا الحربي مشاري سمعوا تحيه الف مبروك لمشاري الحربي على بي ام دبليو اثبت الاقوى وانه الاسرع كان على ارضيه المضمار يعطيهم الصحه والعافيه هؤلاء الابطال الف مبروك من جديد لمشاري الحربي المركز الاول وايضا طلال الشمري على المركز الثاني وركان الفاجل في المركز الثالث اداء جدا عالي وجميل تحيه للابطال طلال حياكم الله جميع الابطال يستاهلون ايضا التحيه والتشجيع وايضا الفواز يلا انا واحد سيف تلفون وين سيف يلا يا سيف يلا كل الابطال اللي متواجدين معنا اليوم سمعونا تحيه قويه أحب أهدي الفوز لمتابعيني كلمة تلقيها للمتابعين الفوز لكم الفوز لكم يا عيال الفوز لكم صورني بسم الله الرحمن الرحيم امسكوا جوالك صوروني الله يبارك فيك الله يبارك فيكم الله يجزاكم خير الفوز لكم الفوز لكم الفوز لكم يا عيال الله يبارك فيكم طيب وحش الله يبارك فيكم باقي باقي الرجال ساعه انا اصبر مصور انا مصور مصور مبروك مبروك هذا من يوم معه دقيقة يا قسيس دقيقة يا شيخ اشوفك اسحب خلني اسحب ها اسحب يا خلاص جمعية بالله هنا صور 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 جمعية صور جمعية لا يا غبي عكس الكبس جاي من ورا هنا منك جيت لانك جيت لبى قلبك شوف كل واحد الفوز له على كيفك انت حبيب قلبي كيف ترايك هذا عشان تيك توك حقك انا اتابعك اهو حقين اسيتو تعال وين حقين اسيتو اسيتو باندا لا يبقى حقك صور 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 لا لا ما اصور انا خلف لا انا خلف الابواب كلها كلها سيف عبد الله عبد الله طيب يا اخبي الكبس وراكم قل له هو الكبس ورانا عكس 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 يلا يلا تعال 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 روح العكس روح العكس صوروا روح العكس اللي ورا يا عيال
خلاص هنا 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 جد هنا المكان الصح يعني خلاص راح هنا والله ضايعين ضايعين انزل انزل ما نشوفه تحت يا جماعة الخير لا تنسوا اللايك سبسكرايب مبروك فوز طلال مبروك